على الصعيد النيابي، وفي لقاءات مع مراسل اي تي في العدالة عيد الفضلي، استنكر عدد من النواب تكرار مسلسل الأخطاء الطبية، مطالبين وزير الصحة بوقفة جدية لحماية الأرواح التي تزهق من حين لآخر نتيجة خطأ طبي. نبحث عن إجابات عملية وإجراءات واقعية ومسؤولين ومتسببين محددين بالاسم، لأننا نتكلم هنا ليس عن ربما جدار تشقق أو سقف تساقط ديكورة، بل نتكلم عن أرواح بريئة ذهبت إلى المكان الذي تتوقع منه تلقي الإجراءات الصحية، فإذا بها تذهب ضحية بالحقيقة أخطاء طبية حسب الظاهر حتى هذه اللحظة. فهذا هو سعينا وهذا هو أملنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسط وقطاع صحي وطبي أفضل يذهب له الإنسان وهو متطمن إن شاء الله تعالى، وهذا الذي نسأل عنه وزير الصحة ونسأل عنه في الفترة المقبلة، البحث عن إجراءات وتوصيات وعقوبات ومتسببين محددين بالأسماء. اللجنة الصحية بفترة سابقة انتهت من تحقيق بموضوع الإجراءات الطبية، وتحديدا كنا نعالج حالة النائب السابق رحمه الله فلاح الصواق، والتقرير مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، لذلك يجب أن تكون هناك دعوة لمناقشة وفتح هذا الموضوع كي نناقش مجمل الأخطاء الطبية بشكل عام. وأنا أقول بأن الآن هنالك شهر أمام وزير الصحة الفاضل الدكتور باسل الصباح الذي له إجراءات إيجابية في موضوعات أخرى كتسعير الأدوية وغيرها، ولكن هنا نتكلم ليس عن جيوب المواطنين وتكاليفهم، بل نتكلم عن أرواحهم، ونتطلع إلى إجراءات عملية وفعالة قبل بداية دور الانعقاد. هناك خلل في آلية تشكيل لجان التحقيق، يجب أن تكون لجان التحقيق لجان مجردة ومحايدة وبعيدة عن مظلة وزارة الصحة، هذا واحد. رقم اثنين، دون شك كثير من الأطباء يخطئون الآن، يتفاوتون في المستويات الصحية والطبية والعلمية، يجب أن تكون هناك رقابة أشد في هالمسألة في من يتعين ومن يتناول الناس والتطبيب والأمور هذه كلها. وهناك شيء آخر له علاقة في قضية التأمين على الأطباء، وأكو مسألة أنا سأقدم قاعد أدرسها الآن، هذه قضية الأطباء وينهم، هل هم فول تايم في وزارة الصحة ولا فول تايم في القطاع الخاص، وين نريد أن نعرف، يجب أن يحسم هذا الأمر. و دون شك يتحملها الأخ معالي وزير الصحة، ونحن على ثقة بأنه هو قادر على أن يضع منظومة أفضل من المنظومة الحالية لحماية أرواح الناس. قضية الشهادات المزورة والشهادات المضروبة والشهادات الغير علمية خطورتها على المجتمع قاعدة تبان كل يوم، ومع الأسف بتقديم أرواح وضحايا يروحون بسببها. لذلك لما نتكلم عنها فهي في غاية الأهمية، ويجب عدم السكوت عنها، ويفترض فينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا في هذا الجانب. إذا كان هناك قصور تشريعي فهناك اقتراحات بقوانين موجودة على جدول أعمال اللجنة التشريعية في هذا الشأن فيما يخص الشهادات بالذات. كل من يدعي صفة علمية وصفة أكاديمية يجب، وليست فيه ما عنده هذه الصفة بشكل علمي سليم، يجب أن يحاسب، ويحاسب بعقوبات مغلظة ليردع هؤلاء من التوغل في أنظمة الدولة، خصوصا لما تأتي إلى أرواح الناس. نتحمل مسؤوليتنا في المحاسبة البرلمانية، لازم محاسبة من؟ محاسبة المسؤول عن هذا الأمر، وإحنا ما أمامنا غير الأخ معالي وزير الصحة، و يفترض فيه يتخذ إجراءات واضحة حتى نطمئن نحن على سلامة المجتمع وصحة المجتمع. وأنا هنا أحمل أخ وزير الصحة أن اليوم المسؤولية تقع على عاتقه، يعني هذه أرواح بالنسبة لي الأقدار بيد الله والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أخطاء قاتلة قاعد تصير، ليست الأولى وما أعتقد راح تكون الأخيرة إذا كان هذا مستوى بعض الأطباء اللي قاعد يأتون فيها إلى المستشفيات وإلى يعني تطبيب المواطنين والمقيمين. أنا دائما أقول أن اليوم مسؤولية هي مسؤولية سياسية، الأخ وزير الصحة يعني واجب عليه أن يتابع هذه الأمور، وإحنا واجب علينا أن نحاسبه.
اليوم المحاسبة تقع على الأخ وزير الصحة وتقع مباشرة، يعني مو هو ولا الوكلاء، أقصد مهم الوكلاء، هو مباشرة. الشيء الثاني أنا حسب ما سمعت، وهذا هني خلي يسمعه الأخ وزير الصحة، أن في هناك حالات تسمم قاعد تقع في بعض المستشفيات من جراء المطبخ الرئيسي في مستشفى الصباح، وأنا سمعت أن هناك بعض يعني الأمور المرتبطة في يعني المطبخ اللي من خلاله قاعد يصير تسمم، وأنا راح أطلب زيارة إلى المطابخ وأدعو الوزير بهذا الأمر، وراح أوجه سؤال فيه أن المطابخ شنو إمكانية النظافة المستخدمة؟ اليوم هذه أرواح ناس قاعد تسمم، هذه بشر قاعد تموت، هذه حالات قاعد يعني يجب أن تكون في نوع من الاحتياط. أنت قاعد تكون في دورك كوزير صحة، لكن أنت مسؤول أمامنا كمسؤومة. هذه الحالات اللي تمت من يعني الوفاة اللي هو من إجراء خاطئ من قبل الدكاترة، حالات تسمم اللي قاعد تصير، الفوضى اللي قاعد تصير، التعيينات اللي قاعد تتم، أنا أقول كوزير الصحة انتبه انتبه، وأنا مو من طبعي أني أحذر وأهدد باستجواب بقدر ما أنك أنت بالنسبة لنا تعتبر أيضا شخص عزيز فني متمكن، يجب أن تشد حيلك وتنتبه إلى العمل في وزارة الصحة. أيضا يمكن ذكرت أن التقرير اللي رفعناه بالمخالفات الجسيمة فيما يتعلق في تجاوزات وزارة الصحة، أشرت أن عليك أنك أنت تقرب وتمعن هذه المخالفات الجسيمة، وهذا التقرير له عد أكثر من حوالي 600 صفحة، وأنا أعتقد أن المفروض هو بيد وزير الصحة الآن عليه أن يقراه وبدقة.